دائما في جوع لدى الطالب عنا لفكرة الممارسة العملية، وربما لما بيكون في يعني مبادرة من كلية الإعلام أنها تستعين بصحفيين اشتغلوا على الأرض، هو مفيد جدا للطلاب لأنه بيحاولوا يطلوا بشكل أو بآخر على الحياة العملية للصحافة اللي هي برا الكتاب وبرا المنهج وبرا الأمور الجاهزة اللي ممكن يعني يقراها الطالب بأي مكان آخر. أنا اليوم حضرت كذا نموذج من تقارير اللي أنا اشتغلت عليهم، رح حاول أحكي معهم كيف نكتب للصورة، كيف نصيغ التقرير، كيف نعمل من الأرض، وكيف يعني يتم إنجاز تقرير بالظروف المتاحة وأيضا بالفكرة المتاحة. أساتذة الإعلام يقدمون جانب النظري على مستوى عالي جدا، وهذا مشهود لهم في الكلية، لكن هذا لا يكفي بالنسبة لطالب الإعلام. الإعلام مثل الطب، مثل الهندسة، مثل الصيدلي، كيف الطبيب بحاجة إلى مشفى، كيف الصيدلي بحاجة إلى مخبر، الإعلامي بحاجة إلى لتدريب عملي، بحاجة إلى استديوهات، بحاجة إلى كاميرا، بحاجة إلى حضور، بحاجة إلى تدريب، لإلقاء. المركز الدولي اللي نحن موقعين معه اتفاقية، المركز الدولي للتدريب وتنمية المهارات الإعلامية، عم يدربهم لطلاب كلية الإعلام بالإلقاء التلفزيوني، بالتحرير الصحفي، بالتحرير الإلكتروني، بالتصوير، بالإخراج، كل ما يتطلبه الصحفي الميداني يتم في هذا المركز. طالب عم يتخرج لسه مو واقف قدام الكاميرا ولا حامل مايك، فنحن هدفنا هون بالمركز انه هو الجانب العملي ينتقل على الواقع وعلى الطلاب. ومثل ما شايفه بالاتفاقيه مع جامعه دمشق، نحن عم نقيم ورشات عمل مجانيه لحتى كل الطلاب تجي وتستفيد.